الشيخ محمد عواد. الشيخ محمد عواد، فضيلة الشيخ محمد عواد. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا فضيلة الشيخ. بارك الله في السادة الحضور، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن ينفع بهم وأن يجري الحق على ألسنتهم. اللهم آمين. اللهم آمين يا فندم. دعواتكم. يعني اسمحوا لي أن أوجه رسالة عاجلة إلى كل قاطع رحم. يا قاطع الرحم، الله جل جلاله يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا قاطع الرحم، أنت مفسد في الأرض. الله جل جلاله يقول: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا قاطع الرحم، يقول النبي نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، فيها أشد من عقاب. يا قاطع الرحم، أتحرم نفسك الجنة بقطع الرحم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فيا من تؤمن بالله واليوم الآخر، صل رحمك ولا تكن لها قاطعة. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، فادخلوا الجنة بسلام. فصلة الرحم هذه تعمر الديار وتبارك الأعمار وتجلب كل خير وتدفع كل شر بإذن المولى سبحانه وتعالى. إذا حضرتك فضيلة الشيخ ضد فكرة إنه أم تحرم الطفل أو الطفلة من رؤية أبوها أو جدها أو جدتها أو عمها أو عمتها، يعني حضرتك ضد الفكرة دي شرعا؟ ده حرام ويعتبر قطع لسيرة الأم. أنا طبعا بلا شك شرعا لا يجوز أبدا. كلمة واحدة يعني. الأم لا يجوز شرعا أبدا أن تحرم الأم الوالد الأب من أولاده، لا يجوز أبدا. أين قلبها؟ أين قلبها؟ هذا ليس في مصلحة أولادها أصلا، هذا يضرهم ولا ينفعهم ويفسدهم ولا يصلحهم. بالتأكيد. هي أم وهو أب، هي أم وهو أب، لماذا هي تستمتع وهو يتقاطع؟ هي ليها حب وجانب، والأب له حب وجانب آخر. نعم؟ يعني هي ليها جانب في العلاقة مع ابنها وبنتها، والأب له جانب آخر يعني. نعم، لها حق وعليها حق. تمام. أبي الذي عليك وأمي الذي لك، فلماذا تستأثر الأم بالأولاد؟ هذا أب. والله إن كنوز الأرض كلها، إن كنوز الأرض كلها لا تساوي أبدا إحساس الأبوة وشعور الأبوة الذي فقده الأب. وين الأب الأبناء؟ والله أعلم أن القانون لابد أن يعدل بإذن الله سبحانه وتعالى. لابد أن يعدل، لأن الأب هذا يعني فرق كبير بين أب يعمل ويكد ويكدح ليأتي بالمال لأولاده الذين يربون في أحضانه ويراهم تحت عينه ويؤنسهم ويجالسهم، وبين أب آخر لا يراهم إلا مرة في الأسبوع. فرق كبير ان الاب ان الابن يتربى تحت او تحت جناح ابوه في احضان ابوه، انه يتربى من غير ده الحقيقه هيبقى مفتقد الرعايه ومفتقد القدوه ومفتقد كل ده. وان يشعر له بهذا ايضا. اما ان تستحضر الام بالحضانه وبكل شيء ويراه ابوه مره في كل اسبوع، والله يعني ما فقد احساس الابوه تماما وشعور الابوه. تمام تمام تمام. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن تكونوا سببا إن شاء الله تعالى في اللهم هذا الله. القانون، والأم أيضا يعني تتقي الله عز وجل في هذا الأب في هذا الوالد، والله المستعان وعليه التكلان. بنشكر سيادتك، بنشكر سيادتك فضيلة الشيخ. أشكر.